صبايا شوفوا شغل المطبخ هيدا كله. هونيك حيجي المجلى من الحيط للحيط كل اللي من هون هيك شايفين هيدا البلاط اذا فيني انا شايفين هيدا جديد معمار جديد بعد ما خالص هون بدنا نحط المجلى هذا الخام السيراميك وهيدا حمام الضيوف بعد ما خالص وين ماشي مرحبا صبايا كيف الجميع اشتقت لكم كتير عم شارككم بعض الفيديوهات يلي صورتها من هون ومن هون وانا عم بتسوق طبعا بسوبر ماركت فحبيت شارككم معي باسعار الفواكه والخضروات بلبنان قد ايه عن جد غاليه غاليه على اهلها يعني طبعا انا عندي شجر في اسعار يعني غاليه جدا الله يكون بعون العالم ف ان شاء الله الفيديو يعجبكم وان شاء الله ضلكم تابعوني على كرمال الجنينة عم فرجيكم اول الفيديو فرجيكم كيف ركب لي سيراميك المطبخ يلي تحت حد الجنينة واخر الفيديو كمان عايد الفيديو معلش نعادت هيدا الفيديو مرة تانية وجنينة كمان وين صرنا بجنينة اخر الفيديو تابعوني للاخر بحبكم كتير وعملوا لي لايك ويلي بحب يتابعني كمان يعمل لي اشتراك ما تنسوني بالاشتراك واللايك بحبكم كثير عن جد بحبكم كثير وشكرا لكل يلي عم يعمل يدعمني ويعمل لي لايك ويتابعني كمان شكرا شكرا صبايا نحن بمنطقة عبرة ضمن سايدا هذه المنطقة كثير رح ناكل بوزة شوف الورد الورد إلا الورد هيدا جلد منير رح اجيب منه خطبة هيدا بوزة بشير هيدي بوزة ولا أحلى بوزة أطيب بوزة شوف الفستان بلكي الصبايا شو عملنا؟
هولي أطيب أفوكادو، شمام، شوكولا، شو كمان؟ ما بعرف شو حطيت، يمكن شو حطيت تحت أنا؟ ما بعرف، بتشهي. صبايا شوفوا شغل المطبخ هيدا كله، هونيك حيجي المجلى من الحيط للحيط. كل من هون هيك شايفين هذا البلاط اذا فيني انا شايفين هذا جديد معمار جديد بعد ما خالص هون بنحط المشلة هذا الخام السيراميك هيدا حمام الضيوف بعد ما خلص ونقشي بعد هيدي ما خلص الشقة. صباح الخير صبايا، وعدتكم فرجيكم تكملة للشغل لجنينة. هلا صرنا نحن مدينا الرمل وهيدي مادة الحديد مثل ما شايفين. هيدي نحن هون بالجنينة القديمة، هيدي هون كان الشجر يلي قطعناه بنعمل ساحة شايفين. هيدي حيجي هون حوض مغسلة لزوار الجنينة والحديقة. هيدي رمانة شايفين الحديد ما شاء الله، وهيدا هيدا حوض حيجي. هذيك الجنينة الثانية فرجيكم الرمان، هون الشغيلي بيقطفوا منه بياكلوا، والله ما بعرف وين الرمان، ما يمكن قطفوهم. هذيك بعرف في وحدة هونيك صغيرة، هذا زهر وهذي بتشهرية بتضلها تزهر وتطلع شهرية. وهيدا الزيتون، زيتون كمان الشغيلي قطفوه بعد في كم حبة فيهم. هيدي الشقق هون بعد ما خلصت، هيدي هيك شايفين، وهيدي التاني جنينة هون. هيدي شجرة القراسية يلي قلت لكم عنها، وصل لهونيك. انا مش شايفة على الشمس صراحة، انا شو عم صور ما شايفة ابدا في انعكاس حاد للشمس. ما شاء الله الشمس بلبنان ما شاء الله يعني قوية، لكل الدول العربية قوية، بس في المانيا عنا هلا برد. بدي انزل، ما بعرف من وين بدي انزل. ها انزل ارجيكم الشجرات. هيدي القراسيا ورقتها لون احمر بتيجي كتير حلوة هالشجرة. هدول بعدنا ما زرعناهم، هي حقطفها بس تصير صفرة واكلها من قبل. هيدا حوض حيصير هيك مثل ما رسمه الشاب. هون حيصير تواليت حمام للضيوف عشان ما يطلعوا على البيت. هيدي شجرة الخوخ، كان عندنا خوخة كبيرة قطعناها للي فرجتكم الفيديو. وهيدي شجرة الجوز، علو أكتر من مترين، يا ريت جبت كل الشجر هيك كبير. هيدي اللوزة، اللوز دغري بيكبر السنة الجاي على الربيع بتصير يمكن تطن ما بعرف. وهيدي شجرة زينة مستحية
كمان ندمانة اني ما جبت مترين مش متر، صراحة ندمت. بس الشجر غالي بتعرفوا، 10 دولار الشجرة، متر 10 دولار، يعني على المتر حتى بيبيعوا، مش على شو اسمه، يعني خيالي بين بالله. هيدي شجرة جاكاراندا، خيالي مبين. وهيدي الكوموكوات كمان متر، متر 10 دولار.